زي ما قلت لحضراتكم في بداية العام 2023 أنه سيكون عام الخير على القطاع الزراعي المصري. تحقق ما توقعناه في برنامج الجدعان بالحرف الواحد. احنا قلنا لحضراتكم أن هناك تحديات كبرى في الزراعة في دول المغرب وأسبانيا وتركيا، وبالتالي المجال مفتوح لمصر حتى يمكن أن تصدر كميات أكبر من الكميات المعتادة سنويا إلى كل دول العالم وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، ده بخلاف المناشئ الجديدة في شرق آسيا. لغاية النهاردة الزيادة في الصادرات المصرية تقترب من 15% ولسه قدامنا الموسم طويل جدا. احنا النهاردة صدرنا حوالي 3,400,000 طن بزيادة 435,000 طن عن الأعوام الماضية أو تحديدا عن العام 2022، وطبعا في محاصيل بعينها هي اللي بتقود الصادرات المصرية زي الموالح والبصل والعنب والفراولة وغيرها من المحاصيل الهامة جدا. كفاية أن أقول لحضراتكم أن محصول زي الموالح احنا صدرنا النهاردة حوالي 1,700,000 طن ولسه الموسم مستمر، ده كنا بنصدره في موسم كامل 1,700,000 طن، يعني السنة دي ممكن نكسر 2,000,000 طن موالح. أيضا في البطاطس صدرنا حوالي 670,000 طن لكل أسواق العالم وخاصة إلى دول الاتحاد الأوروبي، احنا بنجيب التقاوي من دول الاتحاد الأوروبي وبالتالي كل أسواق الاتحاد الأوروبي مفتوحة للبطاطس المصرية. أنا حضرت اجتماع مع الدكتور سمير النجار رئيس لجنة البطاطس في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ورجل البطاطس المصرية المخضرم في كل دول الاتحاد الأوروبي، سمعت والناس بتقول له حضرتك بقالك 61 سنة بتأكل أوروبا بطاطس مصرية، قمة النجاح. أيضا البصل المصري وصل النهاردة ل 239,000 طن، البطاطا 50,000 طن، الفراولة 23,000 طن، الطماطم 41,500 طن تم تصديرها إلى جميع أسواق العالم. إذن صدق ما توقعناه في برنامج الجدعان، هذا العام 2023 هو نقلة وطفرة حقيقية في صادرات مصر الزراعية. وما ننساش كمان أن القطاع الزراعي المصري عنده دور هام جدا في توفير كل احتياجات السوق المحلي من الخضر والفاكهة، ده موضوع مهم جدا، لازم نفتخر بصادرات مصر الزراعية. لما تكون في أمريكا ولا في ألمانيا ولا في فرنسا وبتلاقي قدامك محصول مصري، صدقني ستشعر بقمة الفخر. خليكم